أنهى مؤتمر الاتصالات الخاص بأعضاء التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة أعماله، حيث ناقش سبل منع تنظيم داعش من استخدام فضاءات الإنترنت ومواقع التواصل لتجنيد مقاتلين، وكيفية محاربة الرسائل العنيفة والمتطرفة التي يبثها التنظيم. وكانت الجلسة الافتتاحية التي حضرها وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله قد تناولت عدة قضايا والتحديات أمام التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش. البيان الختامي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مؤتمر الاتصالات الخاص بأعضاء التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة تناول الحديث حول سبل مكافحة تنظيم الدولة والإرهاب في المنطقة، وتطرق إلى رؤية الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتعلقة بالقضاء على آلية داعش الإعلامية ومنع التنظيم من اجتذاب المغرر بهم. قام شركاء التحالف بمناقشة الخطوات التي اتخذتها حكوماتهم على المستويين الفردي والجماعي لتقوية مقاومة المجتمعات تجاه رسائل داعش المتطرفة، والتي تتضمن تكثيف الانخراط في التعامل مع الأحداث البارزة وتطوير برامج التبادل والتدريب وغيرها من برامج التعاون لقادة الحكومات والمتحدثين باسمها، ومناهضة تجنيد المحاربين الأجانب بكل فعالية، وتشجيع قادة الدين والمجتمع المدني وأصحاب الرأي وملايين من الشباب الرافضين للتطرف لإيصال أصواتهم عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد شركاء التحالف التزامهم بقرار مجلس الأمن رقم 2170 2178 وعقد العزم على مواصلة وتعميق الحوار فيما يتعلق بمناهضة تنظيم داعش عبر وسائل الاتصال، وكذلك عقد جلسة أخرى للمتابعة في المستقبل القريب. من ناحيته، نفى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد ستينجل كون أعداد المنضمين الأجانب إلى داعش في ازدياد، وأكد أن التنظيم قد انكشف على حقيقته وفقد جاذبيته، كما شدد على موقف بلاده من ضرورة وقف التدفق المالي للتنظيم والقضاء على آليته الإعلامية. لقد ذكر الجنرال ألن هذا الصباح 5 خطوات عمل، من هذه الخطوات توقيف الدعم المالي، وقال أننا نحارب تنظيم داعش في 3 مجالات، في المجال أو الحيز العسكري، في الحيز المالي، وفي الحيز المعلوماتي أي على الإنترنت. كل هذه الجهود المشتركة لمكافحة التدفق المالي إلى داعش تشدد على وقف العمل المربح لداعش، ولا شك في أن هذه الخطوة هي أيضا في غاية الأهمية، أو حتى أهم من العمل على الحيز المعلوماتي. هذه فكرة في غاية الأهمية، والولايات المتحدة الأمريكية تشدد كثيرا عليها. لقد سمعتم من الخزينة الأمريكية أنها شددت على عملها على وقف تدفق التمويل إلى داعش. جزء من عملنا هو محاولة جمع بين العمل على البعد المالي والبعد العسكري. عبد الرحمن مري، تلفزيون دولة الكويت.